قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب ونسوش تديروا جيم. تقول لي مالك الجلال؟ والله اخويا الدري واش ما عارف مين دا بالله. سعداتك اخويا انت ديما ضحك. انت شنو بغيتي ندير الجلال؟ الا ما درتش هكا راه متصدى. واهضر مالك. انا طلع لي الدم من هنايا. والو. ما كاين ما يدار، لا أرض، لا ماء، لا حتى حاجة. خصني نقلع من هنا وصافي. أنا في الحقيقة بغيت نبقى هنا، ولكن راك عارف خصني نمشي نخدم باش نرد أرض الوالدة من الرهين. تبارك ما تدوخ عليا الجلالي، أنا عارف ما بيك لا أرض لا ما لا والو. تلك غير على حبيبها الدور كله عارف هي اللي كنت ليها. واخاش ترى عارف اجي اللي باها طمع ولا مشات جا شي واحد مرفح والله لا عقل عليك. ونيت صاحبي او واش السيده ديما بارك عليها صبري معايا شويه صبري معايا شويه صبري معايا شويه تالين حتى حاجه ما تبدلات. ما عرفتش اجي لي عطاك الله واحد البنيه مزيانه وظريفه دريويشة وبنت العائلة. علاش ما تشوفش مع فطومة؟ فطومة بحال اختي، كبرت انا وياها في نفس الدار، ما نقدرش نتزوج بيها. انا بعدا ما عرفتكش انت شنو غتمشي دير في الدار البيضاء؟ انت واش غتلاقاو تما بالزغاريت والتطبال؟ ترى فين مشيتي خاصك الدراع الجلالي. انت اللي ما عرفتش اجيتي كدير هنا. انت زعما اللي قريتي وتفقهتي راجع لهاد الجايحة علاش؟ اش غدير هنا؟ شوف انا راه هضرت مع العربي شحال هادي وقال لي غير عزم وتوكل وما يكون على الخير. تونا كنقول شنو طاري اليوم هنايا؟ ايوا راه اليوم جاي من كازا وخصني اليوم نعرف راسي من رجليا. والله هذيك طام واختي، واش بغيتي يبقى حداك هنا اش غايدير؟ عقولي لي اش غايدير؟ خلي الدري يمشي يقضي حاجه لراسو واخا يجي يبعى باش يرجع ديك الطرف من الارض اللي رهنتيه بلا ما تشاوري. وانا عييت معاك عييت معاك. هاطامو هاطامو الله يهديك الله يهديك هاطامو. وانت مشيتي درتي غير اللي قال لك راسك. واش كنتيني بغيتيني ندير اخويا؟ المهرب على العين والارض بلا ما ما تسواش. الارض بلينا الارض بلينا بلينا. واه قول لي يا خويا كفو اش كاين ما يدار كاع في هاد المدينه؟ اطام اختي الله يهديك، راه هادوك اللي مشاو للمدينه راه عرفوا واش داروا، راه عندهم الحق. واش ما كتشوفيش في وجوههم كيفاش تنوروا وبانت عليهم النعمه؟ ها
بغيتي غير بحالنا حنا ديال بلم مقابلين هاد الارض بحال مكتوب لينا بالتمارة وباغي نكتبوها حتى على ولادنا. الله يهديك. سمعي عطام واختي، انا راه كندورها في راسي شحال مره وكنقول غادي نبيع هاد الارض ونجمع الشطايطي ونمشي ما نوقف حتى لهاديك الدار البيضاء ونمشي انا تن نتزوج تنايا مع راسي ونتنى. ويلي هاد الكلام ما قالوش حتى اللي صغر منك. الله ما بقيتي تحشم. طامو كيفاش ما بقيتش نحشم؟ ها واش حنا غادي نخلدو فيها؟ تزوجت لالا صغير والمرا الله يرحمها ماتت وبنتي في الطومه راه كبرت، شي نهار غادي يجي شي راجل ويديها المحاله. ايوا وانا غادي نبقى وحداني. يعجبك يعجبك تشوفي خوك وحداني؟ الله يهديك يا طامو اختي. الله يهديك. والله ما بقات معاك هضره بسختي، ما بقاش عندك علاش تحشم. سمعني نقول لك هاد الكلام ما نبغيش نسمعك تقول فيه حدا الجيلان. سمعتيني؟ حبيبة بغيت ندوي معاك. كي داير الحاج؟ هي غنكون هانياك اخويا العرب. وليني يا تمارة. ومال تمارة مالها؟ راك عارف اش كاين، كبرتي معايا وعارف كلشي. والسكنة؟ خدمة والسكنة في الشانطي. الجميلة مع خوتك البناية. اها والفلوس؟ ايه راني عاودت لك كل شيء. معلم عنده كل شيء، نص معلم 2000 ريال، صاحب الكرفي 1000 ريال حتى 1200 في النهار. اها ايوا على هذا الحساب خصني نخدم مزيان باش في الشهر ان شاء الله نولي معلم بحالك. شتك غادي مشي هاد الكازا؟ عاد داش مجهد الله يهديك. الزمان اخويا العربي هو اللي مجهد. خصني نخدم ليل ونهار باش يلاه نخرج هذوك الريالات باش نفك الارض. المرضي هادشي كله غير على الارض وميطامو. ايوا راك عارف. شرب شرب اتاي سخون شرب. لا 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 ما قديتش عليه. داك كثر خيرك. والمهم غدا راك معروض عندنا الغدا. انا باقي يومين هنا ان شاء الله. كنت ما بغيتي يجي مرحبا بك، دارنا راه دارك. اول ما جري بين الدوار. لا 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 بناس البناس احمد ولد مسعود عيط في التليفون قال لهم غنبداو العرس غنجي نديها. هني عليك اخويتي هني عليك. تبارك الله كي جات طلعت غزاله ناقصها عهوه. ولد سلامه شهر العرس الحال غدوزي. ما تعجبوش البنات راه اللي خرج من الدنيا ما خرج من عقيبه واحد. هي مسكينه راه ما كانتش هكذا كل ما الغدر ديال احمد ولد مسعود. ولكن كل وحده فيكم ما عرفات شنو كيتسناها. تستاهل هي اللي تم معاك راسها بيد ما الدوار كامل كيعرف شنو كيعرف شنو كيسوى. غدار وما فيه ثقه. قولي لها الراس اجي اختي. تما كان هاك الغدر كتلحي عليا بيني وبينك شي حساب ولا كانوا مزيغينك دوك جوج حريفات اللي قاريه في الكوليج. سيدك الدريويش قرات حتى شاب ليه راسو وما فيهش هاد الفهمه اللي فيك انتي. سبحان الله وانت كاع العزاره ديال الدوار عارفاهم. ما خليتي العربي ما خليتي الجلالي ما خليتي الدريوش. زدتي في امك طامو ما فيا ما تكمشوا ليا هنا نبقى نفك فيكم. سمعتي وما راني ندير راسي في وحده
كون جوجات بكري كون ولدات قدي باز بزاف عليك يا البايره لحقاش ما كيديهاش حتى شي واحد. سكاو مالكم ياك لاباس؟ هانت كتشوف نوضي ليا فطيحه ما عرفت علاش. هما داركم ما غادياش. قلت لك داركم كوني تحجمي غزيت. سيري معاه حبيبه راكي مولات العقلتي يا زعما. او بنت خالتك سهلتيها من الصباح وهي جالسه عليا بحال شي يلاه الهضره وانا دايره راسي ما سامعه والو. كنا سمكتيها واش باغي ندخل لسوق العيالات انا ولا شنو؟ ومنين ما باغيش تدخل سوق العيالات؟ اش موقفك معايا هنايا؟ راك رديتيني شوها في هاد الدوار حبيبي. راه كون كان عندي الجهد راك راه خديتك شحال هادي ولاني الغالب الله. وانا باي لا داز غيتفني واقفه. شوف الجلالي عرفتي اش غيجيك مليح من دابا الفوق ما تعرفش تهضر معايا ولا بغيتيني راك عارف دار با. على مالي ماشي راجل ولا احمد ولد مسعود والعربي ولد هنيه احسن مني انا؟ ياك قاعد الدراري يمشيو للمدينه بقى غير انا ندور هنا. حتى واحد ما احسن من واحد. خوك انا وليدي راني وحدانيه وما عديتش من غيرك. الله يهديك يا طامو اختي الله يهديك. كيفاش ع وحدانيه وما عندك اللي يكون بيك؟ وانا اش كندير؟ انا مت ودفنتيني. ايوا لا الله يحفظك ويخليك ليا بالحق. انت ما كرهتيش تمشي قبل منه. الله يهديك يا طامو اختي الله يهديك. وهاقول لي هاد المدينه غادي يجيب منها الذهب؟ الوالده راه بغيت نمشي نخدم ونجيب الفلوس باش نفك الارض من الرهين. راني ما رضاهاش ليا وما رضاهاش ليك. وانا راني كبير وقد براسي الا بغيت نمشي راه ما نتشاور حتى مع شي حد. الوالده الله يستر عليك الا ما تداعي معايا ورضي عليا. راه ما بغيتش نمشي ونخليك مقلقه راه غيجيب الله التيسير. اش بغيت لك قلبي يا وليد؟ راني بغيت لك على الخير. بغيتك تكون حاجه وشان. بغيتك تكون راجل وسط قرانك. شتي يا خالي اش قلت لك؟ الوالده ما تقدرش توقف قدام المصلحه ديالنا. لا جلالي. نعم خالي. انا راه خالك وكبر منك. العيالات في الدار بيضا زينات ويني واعرات ويني خدم خدمة ولد اختي. خدم 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 الخدمة ودير علاش دير علاش ترجع ان شاء الله. ايوا الله يسترك الله يرضي عليك يا وليدي. ها ايوا ادعي معاه طامو ادعي معاه. واش هو واه حبيبة اش بغيت ندوي معاك؟ علاش كتهربي مني؟ وياك انت اللي باغي تهرب الدوار كامل فراسو الخبار غير انا اللي في دار غفلون. ولا انت عطيتيني الوقت باش نعاود لك. انا ما نقدرش نمشي للدار البيضاء ولا ما نقولها لك. وتعطي الله هاد الدار البيضاء علاش؟ ايوا اش بغيتي نبقى ندير هنا؟ بغيت نبقى نتسنى الليل باش نحسب في النجوم. واش تقبلي تاخذي راجل ارض مرهونه؟ انا ما رضاهاش ليا وما رضاهاش لك. بغيتك تكوني لاله العيالات وانا سيد الرجال. الناس مشات حتى لطاليان. انا غادي على الكازا ومنوضه ليا القيامه. وانا شكون اللي قال لي الا مشيتي لهاد كازا ما تبانلكش في الخارج؟ يا حبيبه انا راه غادي على قبلك. بغيتك تصبري معايا واحد شويه. وانا جلالي راك عارف باك يواو. انتي اش كتقولي فهادشي؟
أنا جلالي شو واحد جاني فطومة. شنو؟ بغيت نهضر معاك. ما عندك ما تقول لي. أنا نقول المعقولة فطومة. حش ما تدريوش واخا غير على وجه صاحبك الجلالي. هادشي عاد التصوين ديال اليوم. حرارة كانت هاد النهار. دوخ المخ الله يحفظ. فطومة. وجدتها بنتي شي غدا؟ وي واش درت زيزنتي ولا بغيت تسطيني؟ ها؟ اش انا كندوي معاك وانت كتحركي ليا في راسك؟ سمعي نقول لك يومين هادي ولا ثلاث ايام وانت ماشي على كانتك عاساه هي وكتخمي مالك ياك لاباس اش طاري اتدوي اتعالي هنا انا راه باك راه ما محتاجش حتى تهضري باش نعرفك اش بغيتي ولا اش عندك ولا اش بيك مزيان اش غنقول لكم الله ينعربوا القلب اللي كيبغيكم انا غادي نقول لكم واحد الحاجه واني ما تضحكوش عليا والله يا سيدي ما كرهت شي عراسيه تكون فاعله تاركه ونبرد فيها غديدي تاش من غديده باك بو العربي ودير شي دوره في الدوار وشوف الجفاف اش دار في عباد الله قصح ليهم بالقلوب ديالهم يا الله دابا كون كان شي عرس وعاد تصوروا معايا كون كان دابا شي عرس كون راحنا مزهرين مع راسنا والفيج طنايدة نبردوا على قلوبنا شويه ايوا جلالي لا ما خالي سمعني يا جلالي ولد اختي ان شاء الله غير تجي من الدار البيضاء وغادي دير لنا واحد العرس يكون فاعل تارك ان شاء الله خالي ان شاء الله كبور جلالي خصو يدير المستقبل ديالو هو الاول الزواج ما غاديش يهرب و مرحبا بك وليدي العربي وانا غادي غير لهنا ونجي فين غادي وغادي غنمشي نتغدى انا وفطومه ما نخليهاش هي بوحدها كبور حتى مول الدار كوني هانية دوزو بخير جلالي قدام على الربعه ان شاء الله كون واجد الكاميو ديال الخدامه غادي يدوز خصو يلقاك واجد خالي نعم هي غدا ان شاء الله نفيق بكري باش نبيع الحولي تا علاش غتبيع الحول ما تبيع لا حولي لا بقره لا معزه هادشي ما عندهم ما يجيبوا لي انا غادي ندير بانيك غير كون هاني انت كون هاني الله يجازيك بخير بقيتي بوحدك الدريوش حتى انا العام اللي جا لقاني كنودع صحابي جلالي تهلا في راسك والله بنت خالي لا خايف وما عارفش مناش ما كرهتش كاع ندير بالناقص في الحقيقة حبيبة ما تستهلكش بحال اختي شتي ولدي ملي دارت بيه ديك الشيطان هاد حبيبه ما بقاش اخويا هو طم. هو اطم ولدك راه ما دار حتى شي عيب داكشي اللي كيديروا كرانو كاملين راه هو اللي دار كبور واش تخويا معايا ولا ضدي عايدو بالله مشطر حاجه كيفاش انت معايا ولا ضدي هكا دخلتهم لي الوالد الله يرحمها بيعهم باش تعاون بيهم خود الله يكثر خيرك ما غناخذهمش
غير قولي لي بعدا اش عاجبك في هاد الارض؟ ها ما فيها ما ما فيها ضو ما فيها في الواحد يفوج على راسه. اش هاد الحاله هادي؟ اش هاد الحاله؟ قلتها لك من شحال هادي والله حتى ما كرهتي الطرق بالمنه. على انا كرهت راه عمتي شتي تدك تجازي لي عاوني. شي دالي موجود ولد اختي؟ ايوا اسمع جلال، الدار البيضاء راه مدينه كبيره. اسمعني نحكي على شاكوشي ونجمع راسي ما نبقاش عال فمي وديع. يلا كون راجل ودير علاش ترجع الجلال، عندك تثق فيها. يلا هيوا تجمع شوية الجلالة توقف شوية هاك هاك. هاد البركة قدي بها شد. منين جبت فيهم أخاني؟ يا ودي ما شكماك فيهم انت، اش بغيتي منين جبتهم؟ هادو راه كافينك باش تقدي توصل إن شاء الله. علي أصافي الجلالة جلالي جلالي عربي اسكت والعربي قريب غاحنا غاحنا. يا تاد الجلالي اهلا. كي داير وليدي؟ لاباس ترضي عليك. كي داير الدراويش؟ كي داير امي هنيه؟ الحمد لله. كيبقى خير معطي؟ وباقى وليدي كيما خليته كيما بقى. والماكله وتقول واش كياكل شي حاجه؟ قالوا ليه لا بدالك من داك هو سمو ديالي زعمي هنا هذاك وليدي. والله يجيب له الشفاء بلا دواء بلا طبيب. امين يا سيدي يا ربي امين. ودخلوا تشربوا اتاي دخلوا. لا امي هنا احنا زربانين، بغينا نمشيو باش نشدوا الكاميون نمشيو انا والعربي للدار البيضاء. العربي العربي مشى مع ميقات 12 كان دازوا عليه شي صحابو الخدامه بالكاميون ما خلاوش يتنفس ولا يجمع حوايجو على خاطره. وقال لك سيدي خاصهم لا بدا يطيروا يجيبوا شي سلعه اليوم قبل غدا. كي غندير انا؟ هات هو خلي لك جوج وريقات. الورقه الاولى فيها لادريسه في الخدام والتليفون ديالو، وهالورقه الثانيه فيها لادريسه ديال ولد منانه داك اللي عنده حمام في الدار البيضاء. عرفته امي هنيه الفنش ولد منانه دري الدوار اللي تلف كيدوز لعندو مزيان. ايوا هات وركب وصل عليه ما حد الكيران مازال تيدوزو. وقول ليه باك عيان بزاف كون غير رجع وليدي كون غير رجع. واخا كيف ندير انا امي هنيه؟ نعم دخل بحالك دابا انا غنوصل مع الجري حتى يركب والعشيه ندوز نشوف خالي المعطي. يا السلامه عليك. سلامه انت بالك تلفتي شد الرا ها الوريقه ديرهم في جيبك وشد الكار يا وانت بلا عرف هادشي كامل اصاحبي علاش ما تمشيش معايا انت؟ الله يهديك الجليتي انت بعدا وحدي سير هنا جي الرا. حبيبه
غادي نمشي. ودك تتدير بحال احمد ولد مسعود وما ترجعش. جدا انا احمد ولد مسعود، احمد ولد مسعود ها خماس، انا برزقي الحمد لله، خصني غنجمع شويه الفلوس ونجي ان شاء الله وغنبقى هنا. غير ما تنسينيش. اللي مكتب عليه شي حاجه غيلقاها. سلام. الله يعاونك. امين غادي لا كازا. يلا طلعوا كنتسناو الكار. يا ودي لا بقيتو تسناو الكار؟ بقيتونا طلعوا. عيطي عند ولد الشيخ بسم الله. انت وصلت كويس ها؟ هذه المحطه ديال ولاد زيان. راك عارف انا ما نقدرش ندخل داخل، راني غنخطف. وسيدي الله يكمل بخير. الله يعاون. الله يبارك فيك. الله يعاون است. الو العربي جلالي هذا، انا وصلت لكازا. شاف الرباط كي ندير انا دابا؟ ديباني راسي تاع الصباح. سلام.
اشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. كنسول على العربي. شكون العربي؟ العربي ولد هنية. توجي لي اسيدي متشرفين. راه وصلنا السي العربي عليك بزاف بزاف، هو راه مشى للرباط ما يجي حتى للخمسة، وانت يلا ترتاح معنا شي شوية. مرحبا بك. يلا جيتي على البارح ياك؟ لا. وفين بتي؟ واحد القهوة قدام المحطة ديال الكار. ومالك عليها صاحبي هذيك الساعة جي عندنا اتساع موجود. مرحبا بك صاحبي، مرحبا بك. وانا العربي ما قال لي والو، قال لي سير ديباني راسك تنشوف. فوقاش غادي يجي؟ مع الخمسة، مع الخمسة يكون هنا. هاكي جاتك كبيرة، ما عرفت كاع انا من غنبداها. عندك الحق، كازا كبيرة بزاف، ولكن غادي خصك عشي شوية وتولف وتولي كازاوي. مرحبا بك. لا مزيانة سيدي، تبارك الله عليكم، ما عندي ما نسالكم. وكنقول انا ما الخدمه ما مشياش ليا في الشاطي. اسي راه عطيكم الساعه باش تغداو ماشي ساعتين، ومقصرين ليا مع راسكم. لا كنتو تعلموني نجيب لكم الشيخه. شكون هذا؟ الجلالي صاحب العربي. اسي هذا راه شانطي ماشي وطيل، اش كيدير هنا؟ كيتسنى السي العربي. خليه عليك، راه ما دار لك والو، راه براني. الا بغى يتسنى يتسنى في دارهم، ما عنديش انا قهوه. راه تقعد اسي. نعاد الشيطان سي وعزان، نعاد الشيطان. زيد خويا عليا من هنا، الله يرحم الوالدين. بلاتي يلا بلاتي يا جلالي، بلاتي جلالي. اش من بلاتي؟ سنا جلالي، هادو عباد الله يديروا فيا السكر. جلالي وعليا من الناس. جلالي جلالي شوف اخويا جلالي، انا راه ما كنحملش اللي كيحقرني. الشياطين كانوا كيشطحوا ليا في راسي، والله كل ما جات عيبتي نهزوته للسما ونخبطوا بالله. صافي يا جلالي صافي، بدل ساعة أخرى ونعاد الشيطان. ولكن أخويا أنا راه ما عندي فين نمشي، فين غادي نبات؟ سير دير شي دويرة، والعربي ملي غادي يجي مع الخمسة راه غادي يعرف فين غادي يديك. ونزيدك العربي راه كيعرف الشاف مزيان، راه يقدر يخدمك. وداك الشيء اللي دار معاك بوعزة قبيلة راه غير حيت ما كيحملش العربي. فين غادي نمشي أنا عاد؟ فين؟ فين غادي نبات عباد الله؟ فين؟ جلالي كيما قلت لك سير دير واحد الدويرة. قول لي عندك النمرة التليفون ديال العربي ولا دريسة ياك؟ ها هي ومزيان صاحبي مزيان. ها انت الا تلفتي عيط لينا في هاد النمره، وراه فين ما كنتي نوصلوا عليك. وهذه فرصه جلالي باش تشوف كويزه. يلا الله يهنيك الله يهنيك. ايه الا تلفتي دير لنا التليفون. اتاي Bye.
شريفة ما كنتيش رد البال واحد جوج شفار اخونو لك الساك ومشاو مننا وانت حتى معاهم يا ريح قالو تلقي مني وانا بغيت ندير على الخير انا كنجبد الساك بلا بوليس بلا والو واش من تلقي مني سير عيط لي على البوليس الله يرحم والديك اللي ما سير عيط لي على الساك فيه شي حاجه ما فيه الفلوس اسيدي فيه الفلوس كنجبد الساك اسيدي انا كنت جالس في القهوه كناكل مسمن انت داو الساك وانت اش من مسمن ولا حاجه كنجبد الساك حط لي ساك والله ما تلقاك تجوني والله ما تقولي راه اجي صحابو اجي لهنا بغيتي دير فيها بطل واش نصورتي دابا دبابه صورتي الضباب سحب لكم كاين السباب البلاد راه كاين المخزن دوي هضر الله يتن نفسك الله يتن جبد لك المصاره نديو لك هنايا الا كنتو رجال خرجوا دراع موت وحده اللي كاينه فورمه ديال الدراع فورمه ديال لانشوبه قال لك دراع دراع بهاد الفورمه هادي هاكا صافي خذ الصادق ما تخافش خذ اتخذ من خير خذ اتخذ تشد شد كبوط يمشى فيه لا دريسة وفيه الكارني لا دريسة مشات انا ديري جات والله ما كاينه بالله نهري على مصيبه اسمع الضريف ملي توصل عند البوليس انكر وطلع للجبل ما شفتينا ما شفتي امراه اش اخويا بيني وبين شي بوليس انت مالك فاو ولا كارت اللي بقات في الكبوط مع هو اللي صيفطوها لك في البوسطه اسمع ولد خالتي الى عيادك الارض صاي على البرتوش كون راجله واش بغيتي ندير ليه نطلق عليه بالراه في هذا الليل يقلب عليه راه عنده الادريسه وعنده التليفون يتصل ايه راه عنده التليفون وحتى هو الله يهديه قلنا ليه الا تلفتي عيط لينا نوصلوا عليك فين ما كنتي هذاك راه كامبو اجابوا الكازا كاع شو التليفون راه كيسوني ياك ما هو الو كون شيب ايه ايه عرفتك عرفتك من الدوار ياك لاباس شكون الوليد صافي قول لي عاود تكون هاني الصباح انا عندكم صافي بسلام عربي ياك لاباس الوليد زاد عليه الحال بزاف أقول لي ولد خالتي اش جاي دير في كازا نتايا شي نقلب على خدمة قلب على خدمة تخدمو تا ولاد كازا شي هنايا خصك تكون حار وناضق باش يلاه تدبر على راسك وماشي عا في كازا وحتى في جزر القماري شنو بغيتينا اخويا ندير نشد الحبس برجلي شتي اللهم الحبس ولاد الحالة اللي انت فيها على الأقل بعد الحبس واكل شارب ناعس مغطي بلا ريال بلا جوج بخير جا قول لي تجيتي زعما باغي تخدم بغيت نرد شي أرض ديال الوليدة مرهونة نحفر شي بير تواقع إلا قالوك الفلوس عام شتين في كازا ياك وما نعتوش لك البلاصة وسير وليدي رجع بحالك رجع للدوار قبل ما تولف والله الا حشومه عليكم بالله
علاش ما تمشيوش تقلبوا ولا شي خدمه ولا تعلموا شي صنعه ثم جالسين تخونوا؟ واش حنا صافي اللي عطى الله عطاه التران مشى علينا. شتي حنا ما شفار ما والو. شتي حنا هاك نسلكو، اما الشفاره ديال بصح راه ما كيبانوش انفيزيبل. وارا عندك انفيزيبل هادي خطيره. عرفتي اش غدير الصديق هاك؟ خذ لك هاد الساندويش هذا ولا نطر لك معانا شي نطيرات باش تقاد داك المزاج مزيان. ديال الجنازة هذا سدي فمك الموت هادي كشتاية دايرة بحساب الموت وهي كتقلب غير على مصلحتها. مشى الجلالي جا العربي سي العربي نحطو العشا اللي بغيتي. عربي صبر وليدي شوية تا الا مات ليك باك راه مات لينا بونا وخونا وحبيبنا. فارض عليك دبب مع ميمتك وليدي. اخويا العربي علاش ما جاش معاك الجلالي؟ خدام. كيفاش ياك هو خدام معاك؟ لا كنا بجوج وقسمونا، هو داوه الشانطي وانا داوني شانطي اخر. بعيد عليك؟ لا قريب، غير ما جاتني الاخبار على غفله وما قدرتش كيفاش نعلمو نقولها ليه. وامتى غترجع ان شاء الله؟ من دابا يومين كنت غادي نرجع ولكن مع الوالده بوحدها وما قدرتش نخليها بوحدها وخصني نجلس من هنا السيمانه الجايه. شوف اخويا العربي، الا دوا معاك الجلالي في بورتابل قول له يهضر معايا عند الشيخ. كون هاني راه كنبقى تما حدا الحانوت من المغرب حتى العشاء. صافي كون هاني. يلا ندخل من البرد، راه البرد تحرك شويه. الشرط الاول هو تخليني ندير ما بغيت في الارض. وانا مت راه الفلاحه اللي كان كيدير با ما كتجيب حتى تمارتها. شنو يدير بالسلام؟ ناوي ندير فلاحه عصريه تجيب لينا الذهب. ما قلتي عيب، الدار البيضاء رداتك راجل، هادي الاولى. والثانيه؟ الثانيه باغي نتزوج حبيبه. باك الله يرحمه يلاه مات ويلاه دفناه. ولا انا مسخوط
انا قلت لك نديرو الهرس. انا قلت لك نديرو الكحل في البيض وما سمعنا حد. حبيبه حبيبه حبيبه. نعم خالتي. سكتي انت سكتي على بيلا. ربات العربي راه مازال مرتاح في قبره. على العفس كيكون بتخبيه. وصافي صافي سكتينا وخلي الرجال يحضروا الكتبه هانين. يمكن تشوف العروسه. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. قبلتي بنتي تزوجي؟ وإلا قبلتي وقعي هنا. يلا وقعي بنتي هنا. مبارك مسعود بالرفاء والبنين ان شاء الله. الله يبارك فيك سيدي. لالا حبيبه راه ما عندناش منها جوج. ايوا اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. حنا بعدا ما درنا حتى عيب. كانت شي لالا هنيه ولا ما كاينش؟ حبيبه ما كانت مجوجه ما كانت مخطوبه. ولا كان غير على الموت ديال بات العربي ماشي مشكل. انا هادشي درتو باش يبقى ولدي في جنبي ويبقى قدامي. ماشي مشي تكرفص بلادات الناس وبلا منفع. بغيت يبقى في بلادو في ارض باه يقابلها ويقابل رزقه. بسم الله. اشكون عيط الخوي. دخلي دخلي با. نعم با انا جاي. كبور اجي اجي حبيبي. انا جاي. امو مالك يا اختي ياك لاباس؟ هذاك الشيء اللي قال لي العربي ما بان لي شايفي. قال لي بحال كيكذب مخبي شي حاجه عليا. هادي شي حاجه طرات لولدي وما بغاش يقولها ليا. خويا سير للمدينه جيب ليا وليدي ولا غادي نمشي انا برجلي. عطامو اختي الله يهديك عم بلاتي. ايوا انا كاع مشيت فين غادي نلقاه؟ ما عرفت. انا بغيت غير وليدي يا عباد الله. وليد واحد عطاني الله احمدك يا ربي وشكرتك. ما بغيت شي نضيع فيه. انا اللي درت على راسي. ما كانش عليا نخليه يمشي. وانا كاع مشيت شكون اللي غادي يبقى هنا؟ ما تقول لي حتى حاجه اخويا. سير كبر. سير اخويا ولد مهمتي. يو فطومة؟ لا تشحن ناوي تجلس تما؟ لا كان على فطومة غتهنى راه بحال بنيتي. ايوا لالا وما عرفتو ونمشي ونمشي اش غندير؟ كنت انا ولد عمي شي طريبيش تضرب ضرب لي الطربوش والله الا جاك واعر بالله. ها شي مكانة ها والله الا برومي ها مديدرات كاليتي والله شي رويحة ها اخ رويحة اخ. شحال كدير هادي؟ هادي 900 درهم ولد عمي. 900 درهم 900 درهم
ولكن ليك انت 800 درهم نحلها نشوف. لا لا 800 درهم يا صاحبي، شوف ديرها في جيبك. شوف والله الا كادو من عندي بالله العلي العظيم، وشوف راه ما رابح معاك فيها غير جوج دراهم. واخا ناخذها من عندك، وين الا جات على خاطرك الله يجازيك بخير لما نشوف لي هاد الادريس. هاد شوف ليك حمام ولد منانا. ايه ولد منانا راه معروف هنا في الدار. كتعرفو انت؟ ويلي وشكون تنعرفو. الله يعمر هذا ويا ناوي تغسل عظيماتك. لا هاد ولد منانا من عندنا من البلاد، هو هنا عنده حمام وراه قديم هنا في الدار البيضاء، شكون اللي ما يعرفوش؟ عرفت اش غدير؟ غادي تخرج من لاكار، غاتمشي كود الزنقه الاولى على اليمن، غتبقى غادي غادي فيها، غتوصل غتلقى هو راه في القنت، راه كيقول لي حمام القنت. ايه واخ واخ. ولاد اختي سولها اللي عنده في مورا ما يتلفش. واخ شحال قلتي هادي؟ ايوا تحفنا تاني يا ولد عمي 800 درهم. شوف الا ما عجباتكش ارجع عندي دير الريحه وتاسك، الا ما عجباتك انا في الدمه. ياك انت ديما هنا؟ انا ديما هنا. واخ صافي والله يعاون. واش هذا الشيء كنشوف؟ واش هذا كبور ولا كذبت؟ واش كبور؟ هاي 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 كدير لاباس عليك كدير صحيح لاباس عليك كدير مع الوقت الله يبارك فيك الحمد لله ويا ولد البلاد كي دايره كلشي مزيان واخص بلاتي خاصك كبور ايه واخص صحة سيدي بعد الصحة اهلا صلاح المريد تقول لي يا سي كبور نعم عجبك الكازا رسطة مجنين ومع اللوح من السطح سير بدل صعب اخرى شيلالي سير بحالتك يا صاحبي صافي عمر انا كنت صاحبك تلقى رسطة سير بدل صعب اخرى من بعد نشاهو سير اخوي الله يرحم تلقى المسطح ضربك ولد حرام ما تخافش انا غادي نتكلف بك الحاج شويه بارك الله فيك يمكن لينا ندخلوا نشوفوا شحال تيصبر مسكين تفضل بارك الله فيك دا ولدي فين غادي ولدي بغيت نمشي بحالاتي صافي راه داروا لي كلشي ارتاح 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 مع راسك فين غادي تمشي ما عرفتش عندك شي عائله تمشي عندهم عندي حد حبابي كلهم في البلاد السيد اللي جيت عنده لقيته ما كاينش رجعت عنده من بعد لقيت رجع للبلاد انت فين كتعيش كل
كل مرة فين مرة في المحطة ديال التران، مرة في القهوة، مرة في السوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا تمشي عندي للدار. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد هشامي وعبد الله مزيان من الشرطة القضائية. متشرفين أسي. واش أنت اللي ضربتي في السطح؟ يا سيدي هو أنا. وأنت كنتي معاه؟ بسببي تضرب أسيدي. ذكرت ديالك الله يخليك. ما عنديش. طحت ليا. دوا ليا. واش دوا ليك ولا طحت ليك؟ بقيت شاق. أسيدي الله يخليك. حالتو ها نتوما كتشوفوها بعينيكم، يدير شويه لاباس واجيو سولوه. وفين غادي نلقاوها لالا؟ أنا أسيدي. هلا كارت فيزيت، هلا كارت ناسيونال، قيدوا المعلومات عندكم، أنا ضمنوا تلقاو عندي في الدار. الحاج موسى ديال المجمع السكني؟ يا سيدي بالحميه وعدمي. تفضل سيدي، احنا غادي نجيو عندكم ان شاء الله باش نديروا محضر الاستماع. واخا سيدي. مع السلامة. مع السلامة. عليكم باس، معاكم. العظيم بالله بعض المرات كنقول مع راسي واش كان كنحلم ولا بصح. علاش هادشي اللي كديري معايا انت يا والحاج بزاف؟ انت تستاهل اكثر. من نهار جيت لهاد الكازا وانا كنلقى اللي كيندمني. علاش جيت؟ شتي فين ما مشيتي غادي تلقى الناس المزيانين والناس الخايبين. دابا صافا شويه فوقاش غير نبغى نمشي بحالاتي. انا كنت ثقلت عليكم بزاف. حرام عليك تقول هادشي. شتي نتايا عزيز على الحاج ودخلتي له في قلبه، عندك بالحق غير ديرها. اش نوض شي نهار وتمشي بلا ما تعلم. تفضل يا سيدي تفضل. ايوا جلالي شويه دابا رجع فيك الدم شويه. كل ما الحاج كون راه مت. ايوا كون ما عتقتينيش انت وكون مشاو لي لوراق قول فلوس. اسمع غادي تشوف مزيان هاد التصاور ما تزربش وخمم غير بشويه عليك. شكون هما اللي سرقوا السيده في المحطه وشكون بالضبط اللي ضربك بالجنوي؟ حتى واحد. العجب؟ شنو اللي عجب؟ انتي سيري وجدي لنا شي كاس ديال اتاي. هذا وهذا شديناهم في واحد الحمله تمشيطيه واعترف ومني وريتهم لاكارت ناسيونال ديالك اعترفوا بان كيعرفوك وبانك دوزتي عندهم واحد الليله. ايوا دوز معهم ليله ماشي معاهم. وهما ما قالوش جيلاني معاهم، قالوا بات معاهم. ولكن انت علاش كتنكر؟ ما كنكرش نعمس. الضرب إذا عامرة بعباد الله كل نهار كتشوف وجهه في شي شكل. أنا جاي دابا أنا شوية ديال الوقت بحال دوزت 20 عام. ما ديرش ما تخافش نعمش، والقانون هو القانون. والمرأة اللي تسرقات
علاش خليتي حتى طرا لي طرا عاد مشيتي علمتيها؟ تبهت ما تلي تعرفي باش تبليت. ما كنت بعتك راه راني باقي دابا مججر في الكوميساريات. المهم خذ لك كارت ناسيونال ديالك اعطيه كبوطو غدا ان شاء الله دوز الكوميساريه باش تبني على المحضر. الله يهنيكم التساع. شكرا يا سيدي بارك الله فيك. واتاي شكرا صحه وراحه لالا. خليك خليك شوف ولدي انا رجل عمل كنبني عمارات وكنبيعهم. جيت لكازا بحالك بديت من والو ودابا الحمد لله عشت وجربت بزاف وتعلمت حاجه واحده نعرف بنادم تشوف الاولى داكشي اللي درتي ما كيديرو غير ولاد الناس شحال هما قلال. انت هنا في كازا ما عندك حد ما عندك فين تمشي حسب الدار دارك وبغيتك تخدم معايا. انا عندي بزاف ديال الشانطيات وصعيب عليا نقابل كل شيء بدقه واحده. شو اللي مطلوب مني الحاج؟ تكون عيني اللي كنشوف بيها. اللي بغيتي نديرها نديرها الحاج خيرك سابق. لوا لوا ما تقولش هاد الشيء. لا انا دابا كنبني واحد المجمع سكني وعارف بلي السلعه كتشفر عندي الشك وخصني نعرف شكون الحاج اللي شديتو نخلي عشتو. ما تخلي عشتو ما يخلي عشتك. اللي شفتيها جي قولها ليا انا غادي ندير لازم. فهمتيني؟ فهمت. جلالي الحمام راه سخون. يلا نو هاي الكسوة باش تبدل. جيتي؟ لا الله يسلمك. يلا شنو غادي تشرب؟ واش غادي نقول اللي جات من يديك سم العسل ياك. وشك من البارح وانت غير كتشرب. اجي انت جديد في كازا؟ ايه بحرها هادي شي ايامات باش جيت. تيقي بيا الا قلت لك واحد الكلمه والله العظيم وما تساليني حلوف لا كان جا على قبلك لهاد القهوه ياك. بغيت نسولك. انا سولك واش انت مزوجه؟ ومالك على هاد الزربه؟ واش غادي نقول لك؟ والله الا ضيعت الوقت بزاف. زوجوني وانا صغير والمراه ماتت ليا الله يرحمها وانت كتشوف هاد الحاله فاشا الله العظيم اللي قتلتني على الوحدانيه. مسكين ما بيناش عليك باقي صغير مع راسك العفريت. كيف بالي كيف بالي اش غادي نقول لك؟ والله العظيم وما تساليني حلو لا جيت لهاد الدار البيضاء غير باش نقضي شي غرام. وملي شفتك اش غادي نقول لك؟
حسيت براسي بحال تبدلت. ياك وانت انت كتشوفي انا صدقت حاصل في الدار باي واش يشوفوا قاعد وقعوا لي راه ما كاين ما تعاود لي الله يحفظك. يلا شنو نجيب لك تشرب؟ ها اللي لي جبتها هي هذه. دير واحد باناتشي. اشنو هو؟ هنا بسم الله. بسم الله خذ لك شي كاس. والله الا جيتي في الوقت كان فيها النعاس. بالسيف اخويا خدام ليل ونهار خدام ديما يبقى خدام واخا يعطي دمو ولا لحمو. الحقيقه كتبقى فيا بزاف. بارك الله فيك. الحاج موسى تلقى عجبو الحال ياك ما من العائله ديالو؟ لا بالي يا ولد الناس وكتخدم من نيتك واخا خاش شي هادشي اللي كتشوف كامل طالع بالنص الاقامه ديالو. ما فهمتش. بغيت نقول راه طالع بالغش. وهاد المهندسين هادو اش كيديروا؟ المهندسين كلك ياكل حقه. المهندس ياكل شويه، المقاول ياكل شويه، المجازين ياكل شويه. كيفاش بغيتي هاد البنت يطلع للصح؟ الحاج موسى عارف هادشي كله ضربه بسكته منو ما يتخلود وهو راس العين. وانت اش كتقول في هادشي؟ والو اخويا انا عندي الوليدات ولا جيت نهضر غادي نتلاح للزنقه. لو واحد هو ياكل حقه ويضربها بسكته. ها اسمحني انا ما عزيزش عليا التخلويض. كندير خدمتي وكندخل سوق راسي. وشكون حبسك؟ دير خدمتك ولكن حاجه وحده خصك تعرفها هي تعلم تختصر الوقت. فهمتيني؟ حقيقة في الأول كانت القضية صعيبة عندي شوية. كنت يلاه جيت وما كنعرف حد والخدامة كلهم رادين مني البال. ولكن مع الوقت صحت معاهم ودابا ولاو كيحسبوني واحد منهم. مزيان يا سيدي ما خليتي لي ما نقول. حاج انا متاكد بلي السلعه كتدخل ناقصه للمكازا وكتخرج ناقصه. كيفاش ما عرفتش خصني نتاكد. ايوا الا عرفتيها اجي قولها لي قبل لا دير شي حاجه. حاج بغيت نسولك شي حاجه وحشمت. غير قول قول قول. سمعت بزاف ديال الناس يقولوا بلي انت عارف بلي البني مغشوش وكتقول والو. ولاد الحرام حساد حيت هادوك اللي كيقولوها كيسحابهم. درت هادشي غير بالتيرسي وانا هادشي درتو بعرق كتافي. عمي مالك؟ لا والو والو بنتي لا غادي نمشي نرتاح شويه. نجي معاك؟ لا لا غير خليك خليك داخل. اش واقع الجلالي؟ اش كنتو كتقولوا؟ والو مالك ساي؟ كنشوف غير هاد الدنيا كيفاش كتلعب بالناس كيف ما بغات. جاي لكازا على حاجه ولقيت راسي كندير حوايج اخرين. نسيت راسي نسيت الدار نسيت الوالدة. بقات تكون مسكينة كتقلب عليا
ما تعرفني واش باقي حي ولا ميت. تما على الاقل كنت عارف شنو باغي. هي ما عجبك حال معنا؟ بالعكس، انتم الله يعمرها دار، درتو فيها خير كبير، ولكن خصني نمشي نشوف الوالدة. ما عندك تمشي وما ترجعش، مالك تبتسم؟ نفس الهضرة قالت لي حبيبة قبل ما نمشي. غادي نمشي نطلع الشانطي. ما خلينا فين قلبنا عليك، جينا هنا وسولنا وقال لنا راك خدام هنايا. مرحبا. والله الا توحشتكم ما مسخيت الوالدي. واخا مسخيت ما نسيناكش، اش كاين؟ قلت لك لقاو لقاو. في الحقيقه ما قدرناش نمشيو، تنجيو نتسامحو لك. ياك لاباس فين غاديه؟ الا بغى الله نمشيو نقطعو البحر، نمشيو عدد الناس الشهبين زاطم عندهم عامرين. اش بغيت الحصه اللي حاصين فيها حنا دابا؟ حضيني نحضيك نقاوم احضياي. كيف غادي ديرو؟ كاين واحد المشقوف خارج من مرسى اليوم، غادي نشوف كيفاش نديرو وغادي نحرقو فيه. ولا حصلتو؟ الا حصلنا نعاودو الاولى الثانيه الثالثه حتى نقضيو الغرض ديالنا. يلا زعما الا بغيتي تمشي. لا لا شتا الجلالي باقي نيا كتكلم دينا، راه ما كتبغيش بنادم يكون دمدومه، كتبغي بنادم يكون حار وناضي. يا صاحبي اش غادي نقول لكم؟ طريق السلام واللي بغى ربي هي اللي كاينه. تهلا الجلال. واخا شركتو ليا كلشي راه مسخيت الوالدين، نتوما عزاز علي. الله يحفظك. انت راك عزيز علينا وحق الطعيم اللي مشاركين وحق داك الساندويش عاقل عليه. تهلا الجلال. هاكا خلي عندك التويشيه هادي باش تفكرنا. ايه هذا واش شارينو ولا سارقينو؟ واه عندك هادي. جيب شي دورة تنسالي مخلطة عليك. لا لا ما فيها ما ندور، انا غادي نخرج ونتسناك برا. سير انا غادي ندفع الحساب ونجي نخلط عليك. واخ انا كنتسناك ما تعطليش.
الكاميون شارجي مزيان ما بقى عندنا فين نديرو حتى خنشة وحدة. حسبتي مزيان كلشي؟ أكون هاني. وأطلق راسك قبل ما يخرج لينا داك الجلالي من الجن. أربي بحال إلا علمكم الله. قلت لك من الأول راكم كلخ. الحاج شنو ندير دابا نعيطو للبوليس؟ لا بلاتي هادشي اللي كانوا غادي يديو هاد الناس حلال عليك. انا عارف اش غادي ندير معاهم. انت غير حيد بلاتي. نزلوا نتوما لهنا. نزل يلا زي. يلا قلب. كنقلب على واحد الادريسه ديال ولد منانا. واحد السيد عندنا من الدوار عطاني الادريسه. يمكن الا كاينه في هاد الكبوط اللي عطاوني البوليس. ياك ما ناوي ترجع؟ لا بغيت كنصيفط معاها شي حاجه للدار للوالده. غادي تكون مسكينه ما عارفينهاش باقي حي ولا ميت. مزيان اللي فكرتي فيهم. اش شريتي لهم؟ قلبي بيديك الله يضحك عليا. كي جاك داكشي؟ مزيان. أمينة؟ أمينة؟ قلتها لك اولدي. قلت لك غير يمشي الجلالي غادي تخبر. شحال هادي ما شفتك؟ لا خالتي طم فين ما بغيت نشوفكم كيشدني شي شغل. ياك لاباس. كي شتيها خالتي درنا واحد الجمعيه انا والدراري في الدوار باش ندخلوا لكم الضو ونقريو البنات. تبارك الله تبارك الله. هادشي كله يخرج من تحت راسك الدريويش. ماشي عيب وحدي يا خالتي انا والدراري ديال الدوار. وهي خدمتي بحال داكشي. الله يا وليدي كون عقلتها الجلالي قبل ما يمشي وراه بقى حدانا ويخدم معاك. لك تي عارفها وضربها بسكته. لا خالتي حاشا. والله يكمل بخير. ويمتى ان شاء الله نفرحوا بيك. وفوق ما بغيتي يا خالتي. كيفاش؟ ايوا ما لقاوش ما احسن منك. الحق ولدي تيرجع الجلالي ما كبر ضربوا راسي لقى دابا كاع راه ضربه بشي تجويجه. وفي الحقيقه خالتي هاد الشيء غير جد نهضر معاك. والله يمسك بخير. مرحبا بك. سلامه خالتي. سلام. ما كتشوفينيش انا طوم واش كندير قدام كنقلب في الارض. ياك ما تخلطت لك ارضك مع ارض خويا كبور. خو كبور ما في خباركش. خو كبور هذا درت معاه بيعه وشريه راه باع ليا وخدا حقه ومشى في حالته قبل ما يطلع الجيلاني للدار البيضاء. وانا اللي تنقول منين جا هذاك الفلوس. بقيتي بقيتي يا خويا كبور تهدرتيها.
يعني لما كرمتي ياك لاباس اش كاين؟ اجي فينا والجلالي؟ ما نعرف. السلام عليكم. عليكم السلام. هذا هو الحمام ديال ولد النانا. هو هذا اخو ضرب اخو فين كاين؟ هي هذه اخو. الله يرحم الوالد. ولدنا ووالدي. شكون؟ ولد طامو. شكون طامو؟ مرت عزوز الله يرحمه. جيلاني. ما كاين لباس. والو باس. ادخل. عندي الطوموبيل هنا ما نخافش عليها. ما تخافش. ما كاين والو اللي يلبسها. ادخل. يا بسم الله. أنا خدام عند واحد السيد مقاول. ومحتاج ليا بزاف هاد الأيامات. عندي شي أمانة إلا كنتي غادي للبلاد ولا غادي شي واحد آخر بغيت نعطيها لك. تعطيها للوالدة ولا للكبور. كبور؟ خال كبور. على أنا دري واش أنا كنتفلى؟ تا أنا راني باغي المعقول. ويلي الله يهديك. شوف ها أمالك إن شاء الله غنلقى شي خدمة والله تنتهلا فيك وعمر الخير ما ينقص. فكرتيني بعدا راني دويت للمعلم عليك. واش قال لك؟ ما يكون غير الخير. عرفتي اش غديري؟ داك الشيء اللي درتي أنا قابل عليه. خاصني نخليه يخدمك معايا في القهوة. إيه مزيان. تانا والله العظيم لا بغيت نبقى وحدك. قولي لي وشنو هو داك الخبر الزين اللي بغيتي تقول؟ البارح جاو كيحسبونا مالين البرارك قيدونا باش يفرقوا علينا شي بقيعات ديال الارض باش نبنيو. ايوا منين غنجيب انا جوج المليون ديال التصبيق؟ مالك ماشي مشكل الفلوس ماشي مشكل. انا كيف شتي انا راه بعت الارض اللي عندي في البلاد وان شاء الله واحد جوج المليون غادي نسبقوهم وداكشي اللي بقى نعرسو بهم نديرو واحد العرس فاحل تارك ونتفاجئو مع راسنا. باقي فينا حنا ما يعرسها كبار. ويلي الله يهديك كيفاش اش باقي عندنا ما نعرسو؟ علاش مالنا؟ اه مالك انا راه باغي ندير واحد العرس يكون فاحل تارك وباغي كاع موالين الدوار يعرفوا بلي كبار مزوج من الدار البيضاء. ديور طوما عافاك بيك خصنا بلاصه. ما نمشيش معاك حتى نوصلك. لا غير ليك كبر. واخ واخ. بالسلامة. خالي اش هذا الجلالي؟ هاي هاي كيدير؟ لاباس عليك؟ فين هاد الغبره ولختي؟ لاباس الحمد لله. اش هاد الغبره؟ ايوا مع الوقت. ويلي امك راه غادي تسطع عليك. ايوا بقيتي حتى عييتي ودرتيها؟ لا انا غادي نمشي نصوب واحد البراد ديال اتاي. قول لي كيدايره الوالده؟ كيدايره في الطومه؟ لاباس عليهم كلشي بخير وعلى خير وكيسلموا عليك. انا ناقصهم غير انت. عيني ولد اختي اش نقول لك؟ امك مقلقه عليك بزاف. امها وسام جيتك. ايوا انت راه بقات عليا الدار البيضاء. الدار البيضاء انت صيفطتني للدار البيضاء. و واحد حبيبه كيدايره لاباس عليها؟ ومالها؟ وراه لاباس عليه مالها؟ شتا خالي الا جات الجلال الله يهديك اول اختي الله يهديك. واش هاد حبيبه حبيبه حبيبه؟ واش ما خلق الله في الدنيا غير حبيبه؟ اعطى الله الخير. اسمع نقول لك واحد الكلمه ديرها في بالك. الا كان هذيك الممسوخه اغسل على يدك. ويلي الله ينعل الشيطان. شنو خالي تزوجت؟ اي حسن تزوجت.
هذاك المجحوم ديال العربة والدهنية. شو هاد مساخيط لوالدي؟ هذا ماشي مسخوط. مات بواه كل يوم، ما دازت 3 ايام تضربوا لك حرف البيض. هذا بنادم هذا. خالي دابا غادي نمشي لك الجلالي برك. واش انت راجل ولا دري؟ ها؟ واش عندك شي خمامات ولا ما عندكش؟ اسمع ناس اللي نساني نساه، واللي دربني بخيط ندرقو بحيط. واش حبيبة حبيبة مصدعنا بهاد حبيب؟ هاديك المجدفة تاهي كل واحد يبدا يتكشكش عليها. ها؟ خالي كلشي نقبلو حتى نحبرو لا خالي. جيلاني تبلنا الله بهادشي، لا أرض لا جلالي لا كبور. شهاد المكتوب يا ربي، عمرنا ما كلينا رزق حد، عمرنا ما سرقنا حد، عمرنا ما تعدينا ولا ظلمنا على شي حد. استغفر الله عمتي وبارك عليك من بكى في هاد الليل. استغفر الله. ملي مات بوا تشيلالي خلا ليا غا صغير، قلت فيه غادي يكون بويا وخويا، غادي يكون فيه كلشي. ساعة غير كبر خوا البلاد وتقطعت خبارو، عرفتو حي ولا ميت. وحتى بوا عمتي حتى بوا مشى بها مرجع الله، دابا هو فينا هو. سكتي يا بنيتي سكتي. كبر خويا كيما كان الحال، كتوصلنا اخبارو ماشي بحال الشلال. تقولي الارض تفتحات وسرطاتو. اسمعي بنتي، حنا ما غنبقاو شي جالسين هكا وتنتقطعو. شكي على رجليك غادي نمشيو للمدينة. طليبه أه.
شكون؟ السلامة الجيلالي. يعطيك السلامة. زيد قرب، رحنا أصحاب. اسمح لي نفسر لك الجيلالي. أش غادي تفسر لي؟ أنت غير صاحبي وجيت نبارك لك. واش باغي عندي؟ والو. دوي هادي يا الصحبة. اسمح لي يا جيلالي، اسمح لي، نحلف بالحلوف والله الا هادشي وقع ملي انت كنتي غايب اما حتى ما بقى لك اثار. كنتم متفقين عليا قبل ما نمشي؟ ها دوي والله ليلى جات حشومه يما نبرد فيكم يديا بجوج. تسجيل هذا انا با عمر. السلامه. بخير. تبي خير؟ لاباس. لاباس. كلشي بخير؟ بخير. هنياتون؟ لاباس. كي دايرين الدراري؟ بخير لاباس. قول الله يجازيك بخير. نعم. مشيتي للوالده؟ اما مخباركش ومشى الدار البيضاء يقلبوا عليك. دوز بخير. بالسلامه. طوما شنو غنمشي فين هي الوالده؟ مش تحت. هاد الصباح كنت في البلاد قالوا لي جات كتقلب عليا هي وفطوما. انا عاد جيت من دابا من الدار ما جات حتى شي حد عندي من البلاد. خليك ابور فينا جبرتي عاد خرج مشى عند حبيبه القلب قال لك لقات لي الخدمه في نفس القهوه غادي نديرو عرس في الدوار. باش ما كنبغي نفكها باش ما كيزيد تعكل. يمكن غير تخالفتو في الطريق. المهم غادي نمر التليفون ديال الحاج إلا بانو دور ليا. واخا. نعم. نعم. يا بنيتي يا فطوم. كيفاش وضعتي لك ريسه فين هو هذا الحمام وفين نديرو تنلقاو؟ لقيت شقلتي عمتي. وهابي انت عقلك فيه الله يهديك. الكاردو وخلي. هاتي نشوف نسولو هاد الوليد رحم الله. الله يرحم والديك اولدي. تعرف فين جا حمام الجنان؟ الجنانة. حمام الجنان. منين ندوزو؟ منين؟ البوليس. اشي غنسولوك. السلام عليكم. لا شو تعملي مع هاد البنات؟ ايوا ولدي غتنسولو بغينا غنهضرو معاها. لا خلقني عن طريق من الدريه. سيدي مرحبا فطامة. سيدي من الهضره. سيدي من الهضره. سيدي المره الجايه من تبغي تقصر غير علم. ما كاين لا قصر على والو. أصدقت غادي حتى البلاد. أها وحيبة كي جا الكادو؟ أمينة حبيبة تزوجات والوالدة جات كتقلب عليا حتى لهنا ما عرفتها كاع فين كاينة. وأنا مالي you
امينه امينه اجي ردي على التليفون بنتي. الو هي هي هادي. مالك اش كاين ياك لاباس؟ عمي عمارة من دوك العمارات اللي بنيتيها طاحت. اويلي شكون اللي قالها لك؟ عاد دابا اتصلوا في التليفون. شدي لي الباسبور. إلا هربتي غيقولوا أنت المسؤول. أنا كبرت نبقى في يمن تمرمت. لا سمحتي غتفضل معنا. وي غادي نبيع فين؟ عمي جيلالي واش جيلالي؟ لا باس الحاج سير معايا عافاك سير معايا. أجي سيدي أجي سيدي الله يخليك أجي أجي ممنوع انا ماشي اون بيرس. طلع طلع انا غادي نمشي نتبعو الطوموبيل. انا عطيك الدواء عايم. نورمال مود شي راه ممنوع. جيب لها غير الدواء نعس. تفضل ولكن الله يخليك ما تفوتش جوج دقائق. حاج الدواء ديالك الحاج. وعلاش ما جيتش معك امينه؟ خليتها كتصل بالمحامي. الحاج الحاج كاين شي حاجه اللي نقدر نديرها؟ علاش هادو؟ خليهم عندك. الدنيا والزمان هادي يتحتاجو يتحتاجو. انا ما عرفتش شحال غادي نبقى هنايا. طلعت امينه راه بحال بنتي وما غاديش تلقى احسن منك. جيلالي جيلالي وليدة. وليدي الله الله الله. اش كديري الوليدة هنا؟ شي تقلب عليك ولدي. لقيت راسي في الكوميسارية شلو دا بحالي بحال الشفارة. علاش ياك لاباس؟ شنو طرا؟ عفا ولدي ما يتعاود. اش غادي يقولوا عليا في الدوار؟ على اخر ايام يا ولدي وليت نبات معاهم. صافي عمتي بارك عليك غير الفقصه ديال البارح صافي. انت اش كدير هنا؟ خبرت يا ولدي ما عرف لك فين مشيتي. تخلعنا عليك ما عطيتي اخبار. بزاف ما نعاود لك الوالده. مشيت حتى للدوار وما لقيت حد. امتي ما درتي شي مصيبه؟ ما تخافيش الوالدة ما كاينش علاش نوسخ في يدي. جيلالي وحدة من الجوج رجلي على رجلك وللدوار. الوالدة طبعا ما نقدرش. السيد اللي خدام معاه مشدود وخصني نوقف معاه. اه يا وليدي
كيفاش خدام معها الجيلاني؟ في البني بنا عمارة وطاحت. يا بني اش بينك وبين شي بني؟ اش بينك وبين شي عمارة تاعك؟ الوالدة هاد السيدة دراري لو ما وقفت معاه هنا راه ما كاين اللي غادي يوقف معاه، خصني نبقى دائما واقف معاه حتى يفك جرا بخير. جيلاني ها السخط ها الرضا، طواركم راه كتعرفوا. سيدي قدام الوالدة. الوالدة جات كتقلب عليا ورجعت مقلقة، خصني نرجع للبلاد. داكشي علاش ما مشيتش؟ واخا قالت لي السخط هرضة. الوالدة جلالي ما كاين احسن منها وما كيعرف بقيمتها غير اللي كبريتي. قالت لي غا هي وخالي كبور حبيبة اللي خليت البلاد على ودها تزوجات، الأرض بقى مرهونة. كنت يا ما عندك ما ديري بهادشي كله. أنا ماشي أنانية بحالك، يمكن عندك الصح. أمينة ما نلقاش محسن منك، هاكا قال لي الحاج في الكوميسارية، ولكن إلا سهل علينا الله تمشي معايا البلاد تما نقدروا نديروا شي حاجة أحسن. حتى مشات لك حبيبة عاد وليتي كتفكر فيا. حبيبة أنا كنت عطيها كلمة، وأنا اللي عطيت الكلمة لشي واحد نوفاها واخا يوقع اللي وقع. الحاج كيتسنى. أمي أمي شنو وقع؟ وراك في راسك ملالي.